ايوه انت قاري صح، حيواني الاليف برص. انا مربي برص يا جماعه، والحيوان الاليف بتاعي هو برص. ده برص من اللي بيتضرب بالشبشب. بس خليني اقول لكم الحقيقه ان 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 البرص واحد من السحالي اللذيذة جدا والطيبة جدا والسهل التربية جدا واللي انا بحبها جدا 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 بسبب المشاكل اللي بتحصل لما بقول برص. انا قررت وقررت اوجه كمان الناس ان احنا نقول على البرص جيكو. جيكو ده ان هو اسمه الانجليزي. طب ليه بنقول عليه جيكو؟ عشان الناس لو قلت لها انا مربي برص، اول حاجة هتقرف منك، تاني حاجة ممكن ما تكلمكش، تالت حاجة يعني مش عارف تالت حاجة ممكن تقوله بقى تالت حاجة ايه يعني. بس هل البرص حاجة مقززة؟ تعالوا بيرول، يلا بينا بيرول. نفكر مع بعض يا جماعة في الموضوع بشكل إحصائي شوية. وفي حد بيربي برص في العالم؟ هل ده حاجة طبيعية؟ هل اللي انت بتعمله ده او اللي احنا بنفكر فيه ده شيء المفروض يعني يبقى مستنكر؟ الليبرد جيكو ده مش ليبرد جيكو، ده جيكو، بس في ليبرد جيكو من اشهر الحاجات اللي بتتربى في العالم. يعني لو انت عديت القطط والكلاب هتلاقي البيرد دراجون والليبرد جيكو جم في المرحلة اللي بعد كده. الليبرد جيكو لانه سهل وصغير وينفع للاطفال وسعره مناسب بقى اشهر حاجه بتتربى في البيوت حاليا. الموضوع ما هوش غريب ولا 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 منفر، الموضوع بقى عادي جدا 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 لدرجه لا تتخيلها. انت بس اللي قاعد بتسمع كلامهم وبيقول لك البرص بتاعك بيبخ في الملح، انما الملح الناس تانية ما حدش بيبخ فيه. تعالوا نشوف بقى ليه الليبرد جيكو لذيذ. اول حاجه حجمه صغير، شايفين ده كده الليبرد جيكو كبير. تاني حاجه اخلاقه حلوه جدا في المسك وفي الهاندلنج، لذيذ طيب متفاهم، ما بيحتاجش بقى إضاءة خاصة زي كل الزواحف كل السحالي التانية، ما بيحتاجش إضاءة خاصة، بياكل كل أنواع الحشرات. يعني دي من الحاجة الوحيدة المشاكل فيه إن الناس شايفة إن هو لما بياكل حشرات دي مشكلة، بس مع توافر الميل ورم الموضوع بقى سهل جدا جدا جدا. الليبرد جيكو كمان إنتاجه في الأسر، أو الجيكوز عموما إنتاجها في الأسر سهل، وتربيتها لذيذة. شايفين انا ماسكه هو قاعد على ايدي، مش زي مثلا حاجة تانية ممكن ابقى ماسكها تقعد تتنطط وتجري وتبقى عاملة مشاكل. من احلى الحاجات اللي بتشوفها شكله هو مبتسم كده. عموما الجيكوز كل مش كلها ليها جفون، يعني شايفين ال خلينا نتعرف الاول ده ايه. ده اسمه فتي الجيكو او جيكو تخين الديل، موطنه غرب افريقيا، غرب وسط افريقيا، شبه جدا الليبر جيكو اللي هو موطنه اسيا ومن من 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 الهند لغايه العراق. شبهه في الحجم وفي الشكل وفي الاخلاق وكمان في العينين. لو انت لاحظت معظم الجيكوز هتلاقي ما عندهاش جفون، انما الليبرد جيكو والفت الجيكو الاثنين عندهم جفون. الفت الجيكو بصوا ده كده، دي الطفره الطبيعيه، هو موجود في الطبيعه كده وكمان موجود في الطبيعه، شايفين الخط ده. للاسف انا ما عنديش في المجموعه دي غير دكارين، فمش عارف حتى انتج منهم، بس هم سبحان الخلاق يعني في جمالهم. يعني بصوا
حاجة من عيوب بقى الليبرد جيكو اللي انت ما ينفعش تربي دكرين مع بعض لان واحد فيهم هيموت التاني. فعشان كده انا مربي كل دكر من دول لوحده في علبة لوحده وما عنديش نتائج ليهم. لو حد سألني ايه احسن حاجة ممكن اربيها كمبتدئ هقول له جيكو او فتل جيكو او ليبرد جيكو عشان هما ما بيحتاجوش اي حاجات كتيرة وبيستحملوا. العيب الوحيد ان هما ممكن يبقوا ضعاف شوية يعني ممكن لو وقع منك يموت لان هو جسمه ضعيف قوي وديله ممكن يتقطع منك لو انت غشيمه وماسكه بطريقة غلط. بس عموما يعني طريقة تربيتهم سهلة جدا ومش محتاجة اي متطلبات خاصة. لو شفت شكل الليبرد جيكو او الفتل جيكو هو بيغير الجلد بتاعه سبحان الله يعني هو بين الإجوانات وبين التعابين في تغيير جلده تلاقيه كده اغمق زي التعابين وبعدين قشرة تكونت على جسمه كلها وبعدين يبتدي ياكلها من الراس للديل حتة واحدة زي التعابين بس بياكلها بقى. الفرق ان هو بياكل القشر بتاعه او الجلد بتاعه القديم دي حاجة يتميز بيها الجيكو يعني. شايفين انا عمال امسكه كده عشان خايفه ينط لانه لو نط هيتعور. حاجة تانية بيتميز بيها الجيكو ان هو جسمه ما بيمتصش المية يعني تحس ان يعني هيدروبونيك. بصوا كده لو انا رشيت عليه مية هتعمل ازاي. استنى بقى نقرب لكم عشان تشوفوا اللي انا شايفه. شايفين المية سبحان الله قاعدة على جسمه كأنه ما ببلش غير لو انا رشيت نفس المية دي على اي سطح تاني هتلاقي الجلد بيشربها. طيب نربي بقى الليبرد جيكو ازاي؟ تعالوا نشوف بيت مناسب انا مربي فيه ده الانكلوجر اللي انا مربي فيه الجيكو ده. ده بالنسبة لي مناسب جدا جدا جدا. شايفين هو واسع هو مش لازم يكون واسع قوي كده ده كده واسع حلو يعني ليه. طبق بحط فيه الميل ورم طبق مية عالي عشان يفضل يشرب منه. ده مش لازم بس انا بحب اعمله عشان لو هو عاوز يغير جلده يقف فيه ويبقى بيبل رجله كده. طبق صغير انا حطيت هنا صدفة فيها كالسيوم في دي 3. هو من مميزات بقى الجيكوز ان هي ممكن تروح تاكل الكالسيوم لوحده مش حاطه على الاكل. ده مخبأ هو بيحب قوي المخبأ يبقى واطي بحيث اللي هو يخش جواه ويرفع جسمه كده يحس ان في وزن فوقيه ما يبقاش مخبأ عالي فيحس ان هو مش متأمن قوي. ده بيبقى مبسوط فيه. وده هيوميديتي بوكس بيبقى مستخبي فيه لما يحب يعلي رطوبة جسمه. الفتل جيكو ده انا كنت واخده ادابتيشن يعني واحد كان عاوز يتخلص منه ومش عارف يعمل فيه ايه فاخدته وربيته وكان تعبان ومش عاوز ياكل وشوفوا ما شاء الله دلوقتي يعني بقى متوحش. نشوف بقى لو احنا حاولنا ناكله هل هياكل ولا لا وهيفضحنا زي بقيه الحاجات اللي ما رضتش تاكل معانا قدام الكاميرا. كل يا بي ده مش مهتم خالص ده مش شايفه. ايوه طبعا الجيكوز ممكن تاكل بينكيز صغيره بس طبعا اصغر حجم ممكن يعني. دايما في اول ما بخرجهم من البيات الشتوي بيبقوا ضعفانين جدا بياكل بحب اكلهم بينكيز بس البينكيز الفاتس فيها عاليه فمش باكلهم بينكيز بشكل مستمر يعني. البينكيز جميله لانها هول براي فيها كل الفوائد انما فيها فاتس عاليه هتخنهم. وانا شفت كمان جيكوز تخينه جدا لدرجه تخليهم عيانين. والبي طبعا مش معبرنا ومش معتبر ان انا حطيت له اي اكل لان احنا بنصور. هو عموما في الغالب بيحب يبقى جوه المخبأ واحطها له كده ويطلع يفترسها زي الايه زي الرات السنيك كده اللي بيبقى مستخبي ويطلع ياكل الفريسه بتاعته. بقى لي 10 دقايق يا جماعه قاعد جنب الجيكو عشان ياكل البينكي بس انتوا عارفين ان لما بجهز الفيديو مفيش حاجه عاوزه تاكل. عموما الجيكوز جميله وجميله جدا كمان واحنا ظالمينها معانا
ويا ريت يا ريت لو انت ما كنتش لسه حسيت ان الجيكوز حاجه جميله على الاقل حاول تعفو عنها شويه وما تحسش ان هي حاجه مؤذيه ولا حاجه مقرفه. انا عارف ان تغيير مفهوم زي ده محتاج وقت كبير جدا، بس احنا علينا اللي احنا نوري الناس الحقيقه. هو عاوز يقتنع يقتنع، مش عاوز يقتنع هو حر. وطبعا الموضوع موضوع ذوق، وانا متخيل الناس بتقول في دماغها ايه دلوقتي. بعد الفيديو ده انا هتلاقي بقى شتايم وهجوم على اليوتيوب وكلام كده، بس دي الحقيقه ودي هوايتنا احنا بنحبها. استنوني في الفيديو الجاي ان شاء الله بحاجه جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.